ليه تختار ماونتن فيو اي سيتي اكتوبر؟ ماونتن فيو اي سيتي اكتوبر من اقوى المشاريع، وهو المشروع ال14 لماونتن فيو، واكتر حاجه بتميزه هو اللوكيشن اللي قريب من كل الاماكن الحيويه وكل احتياجاتك. دقايق من محور 26 يوليو بيضم مراحل سكنيه مختلفه ومتقسمه على مساحه 480 فدان. بدانا البيع في مرحله كلوب بارك وهنسلمها السنه دي، ودلوقتي بدا البيع في مرحله ام في بارك ذا ليك. المشروع بيتميز بخدمات بتراعي كل احتياجاتك اليومية، الأسبوعية والشهرية، يعني مش هتحتاج تطلع بره الكومباوند عشان كل اللي محتاجه هنا. أولاً الجزء الكوميرشل اللي فيه فاسيليتيز مختلفة والأنشطة الرياضية موجودة في نادي على مساحة 15 فدان، زائد مدرسة انترناشنال تم إنهائها بالكامل وهتبدأ عمل السنة دي سبتمبر 2021، وبنزينة إمارات مصر هتبدأ تشتغل الفترة اللي جاية. المشروع متقسم خمس مراحل، في وسطهم سنترال بارك و60 فدان ما بين لاندسكيب و11 ووتر فيتشرز. المرحلة دي بتبدأ بشقق من غرفتين نوم بسعر يبدأ من 1.5 مليون، وفي شقق من ثلاث غرف نوم بتبدأ من 145 متر ل 175 متر، وفي الآي فيلا ومتقسمة لآي فيلا ميدل، آي فيلا جاردن، آي فيلا روف، وأسعارها تبدأ من 2.8 مليون. ومع التاون هاوس هتستمتع بفيو مباشر على سنترال بارك بسعر يبدأ من 4.6 مليون، وكمان في ستاند لون فيلا سعرها بيبدأ من 8.6 مليون. أما البايمنت بلان هي 10% والباقي على 9 سنين، وهتقدر تستلم خلال 4 سنين. احجز وحدتك دلوقتي